ميليها؟ مسلسل الغرفة الحمراء يهدد جان يامان. ثلاث أعمال مهددين بالتوقف بسبب مسلسل الغرفة الحمراء، هذا هو العنوان اللي كان متصدر الأخبار التركية الأيام الماضية بعد ما سيطرت أولى حلقات مسلسل الغرفة الحمراء على الريتنج يوم الجمعة، واللي بينافس فيه مسلسل السيد الخطأ، بابل وزهرة الثالوث. ميليها؟ وأول المسلسلات اللي صار خبر توقفها شبه مؤكد كان مسلسل السيد الخطأ، اللي تفاجأ جمهوره بأنه الجمعة القادمة حتكون النهاية معه بالحلقة 14 اللي كان إعلانها نزل قبل أيام من انتشار هالخبر، وما وضح إذا هو النهاية أم لا. وبالرغم من أنه الشركة المنتجة للعمل ما أعلنت رسمياً عن توقف المسلسل، لكن كان في بعض العوامل اللي بتدل على هالشي. أولاً تفاعل جان يامان على إنستغرام، فبعد انتشار الخبر بساعات نشر ستوري قال فيها زرعنا وردة جميلة في التربة الخطأ، ورجع ونشر هالصورة بملامح حادة وأرفق معاها إيموجي السكين. أما العامل الثاني اللي حكت فيه برامج التوك شو بتركيا هو أنه يمكن هالخبر يكون صحيح، ومن الممكن تكون هذه بروباغندا من شركة الإنتاج اتبعتها لحتى ترجع الأضواء للمسلسل، بما أنه الحلقتين الماضيات احتلوا المراتب الأخيرة بالريتنج. ويبدو أنه نجحوا بجذب الأنظار كونه هاشتاج العمل متصدر الترند، والكل بيطالب بمنع توقيفه، والبعض برر التوقيف بأنه هالعمل هو عبارة عن مسلسل صيفي مدته قصيرة. أما البعض الآخر فشاف أنه لو كانت البطلة هي دميت أوزديمير بهالمسلسل كان نجاح أكثر، وبأنه جان ما استطاع يبرز بدون دميت. أما مسلسل بابل اللي الكل كان متوقع نجاحه كونه هالجزء هو الثاني إلو، لاقى أبطاله ردة فعل معاكسة تماماً، فالبعض شاف إنه العمل ما كان بيصلح ينعمل منه جزء ثاني من البداية. والبعض الآخر بيشوف أنه تصريحات خالد أرجنش الأخيرة واللي دافع فيها عن صديقه أوزان جوفين المتهم بتعنيف صديقته هي السبب بأنه المسلسل ما يحقق ريتنج والجمهور ما يحضره. والريتنج أيضا هو السبب اللي من الممكن يوقف عرض مسلسل زهرة الثالوث. اللي نسبة مشاهدته ضعيفة جداً بالرغم من أنه كان حقق نجاح وجوائز كثيرة بموسمه الأول.